السلام عليكم طلبتنا الأعزاء، تناولنا في المحاضرة السابقة The Ideal Gas and Specific Heat، واليوم راح نتناول محاضرتنا هي Process Using Ideal Gas. تعرفنا في المحاضرات السابقة أنه المنظومة تقسم بشكل عام إلى Systems ان الاوبن سيستمز، وعندنا الكلوزد سيستمز. والاجراءات بشكل عام البروسيس تقسم الى reversible process and reversible irreversible process. إذن السيستم بشكل عام تقسم إلى open systems و closed system، والبروسيسر بشكل عام تقسم إلى reversible و irreversible. هنالك خمسة إجراءات رئيسية هي constant pressure، واللي إحنا نسميها isobaric، وعندنا constant فوليوم، اللي احنا نسميها ايزومتريك. عندنا اجراء اخر هو الكونستانت تمبرتشر، واللي احنا نسميها ثيرمال. الإجراء الرابع هو الأديباتيك باتيك بروسيس، واللي هو عادة ما يحدث بالمنظومات المعزولة، والعلاقة بينهم هي بي في جاما يساوي كونستانت. أما الإجراء الخامس والأخير اللي هو إجراء تروبيك بروسيس، اللي علاقة الرياض هي تقول بي في باور ان إكوال تو كونستانت. هسا قد طالب يسأل يقول دكتور شنو الكونستانت بريجر؟ شنو معنى الكونستانت بريجر؟ لو فرضنا عندنا سيستم، هذه السيستم هي عبارة عن اسطوانة ومكبس. هنا هي حالة المكبس بالحالة الأولى، هنا اسطوانة حالة المكبس بالحالة الأولى، وخلال هذا المكبس سلطنا كمية من الحرارة. نتيج هنا عندنا مادة عاملة اللي نفرض انه هي غاز او ايديال غاز. بعد ما سلطنا كمية الحرارة في المادة العاملة او الغاز داخل الاسطوانة، راح ترتفع درجة حرارته، وبالتالي راح يتمدد. هذا التمدد راح يدفع المكبس بهذا الاتجاه فيتحول الى الحالة الثانية. هذا الإجراء يحدث بحالة معينة بثبوت الضغط، إذن هنا الإجراء B يساوي constant. زين، إذن شنو هو إجراء ثبوت الضغط أو متى يحدث؟ يحدث عندما يكون هناك تغير في مستوى طاقة معين بثبوت الضغط. يحدث عندما يكون هنالك تغير في مستوى طاقة معين بثبوت
الضغط.